الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. جاب باسي ويكركا اسم فاعل معمولا شش صيغي هي يعني فعل شوارد صيغي هي بلام اسم فاعل شش صيغي هي أو تأقل باحتسابي مخاطب مذكر للايكو للايكي تري شوام مثلا تسنية ومفرد وجمع لنظر قري وأمجارة دوائشة خطاب وغيبة تكلمش لنظر قري دبو جمعا هجدد عن أبونايا مثلا تون أيسة تونيا بلين مذكر لنظر بقرة خوي مذكر لأصلا يا مفرد يا تسنية يا جمع حالبي دي كواتا مادام بو أوسيسي غيقرة كبو أو دي أمره لولا شو هر كاميق لو سيانيشا بالي مذكر وسياني غركا دي لولا شو خب يا غائبة دي يا مخاطبة يا متكلم دي أقرتو مثلا نظر قري دبي بو أوش يعني أو مذكر بو أوش سياني ببي يعني سيغيق بو هر مفرد خويني صيغه كي غرق به بو غائب كي يكي بو متكلم كي بو مخاطب كي لا تسنيك شهر وا لا جمعك شمنو دي امره لولا شو مؤنث جوا على نظر قرا مؤنث ايش خلاصيه مفرد يا تسنيه جمعه دي ابي اجنو يبو نظر قري متهجددان دي ام جاره باغي يسال هجدك ششي ما وتوا لبرويا كهركا اصلا لفعل شا كدب وابوا كشي فعلك الشواردة أو شواردة خوش شش غائب كي هي شش غائب هي شش مخاطب جد وعزة وليش شش كي متكلم مثل تقول متكلم قاعد دودة عند هي لبرش كم متكلم وحده بو مذكر وبو مؤنث هريك يكا فرق جناكا أو تقول خوي لوا كاري دوانك متكلم وحده عشا أمرأة متكلمي مع الغير كبو تسني وبو جمع شبه بو مذكر وبو مؤنث شبه يقدر كاري شواركا بس تولي واه لا هنا كيا لم متكلم وحده وكا يقدر داعش كيه لحجدك لم متكلم على غير كا سيان داعش كيه سيان ويق أما شوار شوار مالك ودي شوار زي غمانة برا ملا اسم فاعل واسم مفعول وأنا زيادة لو داعش كيه شو كي هر يقصي غم مثلا إذا كان الناصرون هم بو مفرد به هم بو نه هم بو غائب به هم بو متكلم به هم بو مخاطب شبه مثلا علي هو ناصر انت ناصر انا ناصر تسنيك جوا اوش بو سيانه گنجي يعني اوش شانه هر يك لو انا بو سيانه گنجي ولا بلوا هر يك لو انا بو ايت صيغه جواز نيه بو او صيغه جواز نيه بو غائب يا بو مخاطب ولا فعلك اسي غير جواز بو يا بو متكلم قلت يا بيت هيك لبروا فقدتنا لو حالتايا مثلا تقول يعني والله مذكرك صيغك يا بو مفرد صيغك هي بو تسنيه صيغك يا بو جمع مؤنثك جوايه اذا ام جاره صيغك ني ابو جابو غائب صيغك ني ابو جابو مخاطب صيغك ني ابو جابو متكلم لبروا يتبو شويت توز سيزر بدر سيو نام يعني أو حاله لا بلكو سيزر بدر يكتم يعني جعل الناصر لبو واحدة تناجي واحدي مخاطب يا واحدي غائب يا واحدي متكلم فرغناك أصله ينصرو تنصرو أنصرو باشا أول ننصرو أبو من ننصرو غناوي مثال بناته لينصرو هردبة الناصر لتنصرو هردبة الناصر لأنصرو هر دبت ناصر إن لهم ويانا حرف مضارع لا بي ألف زياكي لدواي فاعل فعلك وعين الفعلك جم مكسورة كي أبت الناصر هر كامي كان بواي بلام بو ننصروك لو جروا دروز أكريه بلام لدوائية أو بو مفرد بكار نابري يا بو تسنية يا بو جمعة يا بو تسنية مذكرة يا بو تسنية مؤنسة يا بو تسنية بلام يا بو جمع مذكرة يا بو جمع مؤنسة الجاري أمانة حال ينوى أم ينصر تنصر أنصر أنصر معلومات يعني كشان فعل معلوم نقم مجهول حذفت حرف المضارعة بعد نقل حركتها إلى ما بعدها لقشت مثلا
دواي أوي حجم الحركة حسب كان دواي كنقل حركي ولا ما بعد كيكي. ثم زيدت ألف ألف زيادة كريا بين يعني ألف زيادة كراء بين الفاء والعين بين الفاء والعين فعلا ثم كسرت عينه أمجى عين الفعل كي مكسور كراء أمجى الناصراني للاثنين لابو دودانيا جابوا دواني غائب ودواني مخاطب ودواني متكلم في حالة الرفع ناصرين يجبوا حالة نسب وجر لهما هل بو دوانا أيضا أما في حالة نسب والجر فالراء مفتوحة والنون مكسورة إلا تسنية لا ما دام كسيغة كبو تسنية بها ريكي مفتوحة ونونكي مكسورة كجمع بعكسوية أم جاء الناصرون الجمع المصحح في الرفع بو جمع جاء جمع غائبة متكلمة مخاطبة فرغناك ناصرين ايش معنى له أيضا هل بو جمع دوبالي ولا في النسب والجر فاللام مكسورة والنون مفتوحة لا مكي مكسورة ونونكي مفتوحة والجمع المكسر الذي يتكسر فيه بناء الواحد بزيادة أو تبديل حركة أو حذفها للمذكر أم جمع مكسرش جمع مكسر شيئا أو جمعية كبناء واحدة كي تيا أشتيته جاء يعني بناء واحدة كي لا مفردة كي لا أدري أيتر يا بوايا كشتيكي تيا زيادة كي يا حركيك يا قوري يا مثلا حذف حركيك ليا كي مثلا جاء بو مذكر وسيجي للمؤنث بو مؤنث جدي باشا له أوزان ثمانية حش وزنها وأكثرها سماعي وزورينان سماعين ولذا لم يذكرها الأصل هل برويك أصلك كالتسريف الجانية أو هشتاني ذكر نكردوها اللي تسريف الجانية ناتون أو أنا وكل نصار ونصر مثلا نصار يعني إذا وقع لي ها وكافر بكفار يقول القرآن زور من هي مثلا قاعدي ويا بغين أو جمع جمعي فعالة هرد يعني فعل فعلكي مضمومة كي ألفك حسفكي عين الفعلكي مشددة كي لدواء أو تشدو ألف إزافاكي إذا أخوي مثلا جاهل جهال أو زور من هي مثلا ناصر نصار قاطع قطاع مثلا جالس جلاس أو أم جهراء نصر أو يشارك أواية فقط ألفك زياناكي أما كن أما ألفك زياناكي ببرع عين الفعل كمان مشدد ومفتوح كأخ عين الفعل لا أصلا إلا مفردك مقصودة تو مشدد ومفتوحي أكي أبيت النصر جهل للركع السجود ركع أو ما نهي بضم الفاء وفتح العين المشدد فيهما وزيادة ألف بين العين واللام في الأول دون الثاني يعني ألف زيادة كريولة بين عين فعلك ولام فعلك لا أول كان أجلد ومكان نسرة يعني بالوزن فعالة أهل قرآن أولئك هم الكفرة الفجرة كفر جمع كافر الفجرة جمع فاجرة إيتما آسان جمع كريتو الفكي لابا فعالة خدر يعني هر بيك بما هر بيك بما زيك فقد تيق لآخر إزافك ما زي بالوزن فعالة عبت إن أقل بالوزن فعيلة بمجبوري هر بيوتوسي وزن فعالة جاك يخون تونس بفتحات ثلاث بس يفتح بيخون روا أو إشمان ديار زورة لا مثلا تابع تبع وارث ورثة أو جور زورنا أما سيان لجمع كان لهاشتكا بيضمين فالسكونين نصر إشمان بيضمين فالسكونين بالوزن فعل عند تميمين ألبتا أما وبيضمتين عند غيرهم لا غيرهم بزولم بزولم نصر إيه النصر من مثلا صادق صدق ص نعو نعو اسم فاعلية أو هر مفردة أذني شو رأيت ليه تعطيك نجى أم جمعنا كيمن بريك يعني نجها ميان مفرد يجي نصر وزنها توا مثلا ناصر نصرة مثلا هنفقة اللي تسمى العالية هر اللي راخو نوم أنا مستر كان غلبة غلبة وجوانوايا غلبة غلبة نصرة صدقة حالبي كشتي المفرد المثل مثلا بالوزن فعلة هاتون يتوشد وعيبة معناه جان كين ولا يك فالحال لا يتميم يكان نصر أخوي النوى إنام مثلا لا يتميم يكان بيت جمعي اسمي فاعل بروزني فعل نهاتوا ولي باعتباري تميمي وغيري تميمي خويدة لا أما دو جمعتي الدروز بوبوي
بلان ما بفي و مثلا شوار مثلا هنا تو بلان بخوند نوي او اگر مثلا نصر شوند تو دبيت 5 دهنا ام جاب نصراني جهيا هل بالوزن فعلان مثلا فاعل بيت فعلان اها الرجال والركبان او الرجال الليوانيه جمع الراجله جمع الرجلنيه ما خرج لي هرب الرجال ولي او بعض جمع الراجل الراجل يعني للرجل يعني ببيادة بروا ركبان جمع الراكب الركبان والرجال يا رجال والركبان دقيق القرآن هيا ها الركبان جمع وفعلانين لو نمونا ما هيا دي أمجا الرجال كجها وكو النسار حربي إيسا مساء وشون دروز بوا الفكي لي لابا حرفي أولي مضمون كحرف دوامي ساكن كالفنون كي بيوني بآخر كيوة بتنصرها نصرانون نصرانن نصران يعني مثلا الفكاء في تثنيانيه نصار بالوزن فعال هل او برين يسر رجاله مثلا راجل بوا باشا راجل الفكاء لا برده فاول في لكم مكسور كردوا الفكاء زياد كردوا لبين عين الفعل لا من في لكم الرجال بكسر الفاء وتخفيف العين نصور بالوزن فعول مثلا ساجد سجود هل للركع السجود يعني سجود جمع هنا سجود جمع ساجدة بيلمتين نصراء ديار أوش الفقيل لا يعني دواء أوى حرف أول دوامي ملمومك بإشباع لما يدوامي وتوليدك أبت النصور نصراء دوبارة أمش هل مثل فعيل أكو عالم أبت علماء شاعر أبت الشعراء أبتع علماء أكري برا الجمع عليمة شنو أخري ما فعيل ما نزوله بروزني فعلا جمع أكري ولا الشاعر يترخ سيلا قلنا أكري هذا شاعر كأيها والشعراء سوريك ماني لأقول أنا سورة شعراء والشعراء يتبعهم الغاون غاون يعني غاون يعني كقمرا وشتن جوا شاعر كون جاء غالين نام ناس الدين شايقا جاء الوشي كومره شعراء مملكة دعوة كردوه وانا داني كان لقال شو كان شاعر كي بنو بانك والله تا داني كان لقال شو شاعر نبوة وبيان لو بيان تباش توبه تخرج شاعر من غاون هوني يدي خلاتي إيه زيادة الدعوة كذي والشعراء يتبعه بالغاون يا يتبعه بالغاون كم يا نهايتك باش من خاطرني بلى أوش خبر عن نصرة يعني أوج الفقيل لا با حرف أولي ملموم ك دو مكي مفتوح ك ألف ممدود لآخر ك وزيادة كي أبت النصرة بالي ألبتا أجر صيغة نصرة فعلى شافيكو صدر صل بمعنى وانية جمعة شو المفرد إيش منوها هاتوا بس إذا جنا جنيه ك مناري أبي بيعل النفساء يا مثلا ها وإذا الإشارة عطلت إشار جمعة مفردة كي عشرايا حاولنا اللي هو شوايا بس توايس كان النصر اللي ولا جمع وايا طلع معنى واني أوزنها من شهر اللي قلتوا شيء وني ترى والجمع بي حاربي شو يا ما كتاب شيء بروزن فعال مفردة وانيا يا النصران تو مثلا غفران شتايا كبروزن فلان أو معنى واني هر وقت وزني مثلا فعلان ما بيني ترى أو بيجين ولا أو جمع أجيب قرنه وأنا معلوم كي فقد أود أنا مفرد إيش من هي وكون نصار وكون رمان تفاح وأنا مفرد إنك جمع حربي أما النصر أيسأل خاطر من لأن الرنجة إيش من هي لا مفردة تبع تبعنا يو كابراية وباش حاكم اليمن بعض بيالله من ففتحين وأصل الكل ناصر أصلها من ناصرها ولم يجئ في جمع تكسير فاعل فواعل إلا شذوذا لجمع مكسر فاعل لا فواعل ناتو مقلب الشازي إفعل ولي فاعلي وصفي وايا أين فاعلك فاعلي اسمي بهاتو مثلا عامل يا غير عاقل به مذكر عاملك يبع عوامل هما يعني مثلا أو به غير عاقل به بره غير عاقل به يعني اسمي به مثلا او نبي وصفي نبي لفاعلي وصفي انا هذا لفاعلي غير وصفي هاتوا
وأجر وصفيه بي والله مسواك أبو غير عاقل به رهاتوا كشين بو مذكر عاقل معي أو يكشي لدا ونحو والنحو فوارسه هوالك نواكس كهاتوا يعني أوان لنسخيك أوان شاتوا ولدي أنا بشازي ودي أنا من الشاز شازة كم ومثال بشازة والمؤنث ناصرة باشا مؤنث كشي ناصرة يا ولي والمؤنثي يعني للمؤنث لبيش أوتي تقول ولا شن أوين للواحد وللشبيجي مثلا وللمؤنثي عوابيجي قالت مثلا والمؤنثي ناصرة بالتاء للمفردة مفردة والأصل تنصرو بمفرد مؤنث غائب تنصرينا بمفرد مؤنث مخاطب أنصرو بمتكلم وحده ننصرو اللي بيم سير اللي ننصرو دروزنا أو أكري لي دروس كي بلام خون ننصرو صيغة كصيغة مفرد نيا أو أبيان ناصراني لي دروس كي يا ناصرتاني ناصراني بمذكر ناصرتاني بمؤنث ناصرون بجمع ناصر ناصر ناصرات إيش بجمع بعض أو أمجان النا أو ديال لو دروس يكنوا كمعلومة ناصرتاني لناصرة دروسكين جاءوا ناصرتاني لتثنيتين في الرفع وشو تقول بره خو يك تثنية يا نعم وشو يك أين أوش اللي تثنيتها بوه يا برحل اللي تثنيها للمؤنثين مثلا رنقة هروابة الأسان للمؤنثين به لحالة الرفعة ناصرتين لهما في النصب والجر كاتبوا لهما دركوا تثنيتين هو مؤنثتين ها لإثنتين في الرفع هذه باب يا للإثنتين أو نقل تثنيتين اشتباه ناصرتين لهما ناصرتين يشهد بو دوانا بلا بو دواني مؤنث لا نصف جرة ناصرات مش أصله ناصرة لباشا شي ما نكرو ولا زيدت علامة الجمع وهي الألف والتاء يعني ألف وتيك علامة الجمع زياكريا ف بري داي أو شيء فاجتمعت بي ماشا علامتان نكفى أجمعت دو علامة كوبو نوا فحذفت تاء المفردة تي مفردة كي لي حذف كلا فقيل ناصرات أو شكا يعني كرهان دو علامة جمع دو علامة تأنيس بيكو شنو تيج علامة تأنيسة الفكش حاجزي غير حصينة دو علامة أوان بيكو مثلا بمناسب نزاني و أري بوي بباني ينوسن مبسوطة يا جاتن أم دالة برجمع ولا أو بو مفرد بو كجمع مفرد كيش جاي يعني بوي أمان حذف كلوه أمان مفرد كجمع كينه وجاي يعني أو في الجمع السالم بو جمع سالم وإن حذف فيه تاو يعني ليرجع مثلا أو هرجع مع سالم باتي كش دي حذف آخر جمع سالم معمول إيش مفرد كي تغيير نكا دي أم تي كلي حذف بو أرينا آخر أو تغييرك كرياوة إما تغييرك ما منزولة تغييرك بمبستي بناء جمع كرابي أو اختابة جمع مكسر واللي ردا تغييرك بمبستي بناء جمعني إذ حذف تاء المفردة وهي ناصرة فيه يعني لناصرة دا ليس الحذف لتحصيل بناء الجمع باشا أو حذفك اللي بدا يبو تحصيل بناء جمعني آوتن أو نابو أو حذف دوباره كرداته إذ حذف تاء المفردة فيه ليس لبناء الجمع يعني لتحصيل بناء الجمع وتحصيل بناء جمع نية ووزنه وهو ناصرات بعضه ليس لتحصيل بناء الجمع ووزنه بواوني وهو كجديال جمع كلمة الناصرات حتى يكون مكسرا ثابتا مكسرا بل لما ذكر بل كل بلوك ذكر من دفع الاجتماع بو اجتماع دو علامات نبته ولا يسير به الجمع مكسرا ولا يسير به الجمع مكسرا جاء بم تغييرك بو بناء جمع يبينا بم جمع مكسر يعني جمع كبينا مكسر كما لا يسير بتبديل حركة مفرده حالنا هل وكو بتبديل حركة مفردكي كأو تبديل حركة مفردة لا لبناء الجمع
اگر بو بنا جبنا به مكسر او تاني بس سكو كو وكو تمرات بله سا تمرات تغيير بناء مفرد كي بوا حاربي مثلا ها تمرت لا اصلا تو عين الفعل كي للجمع مفتوح يا كي كيف تمرات ازال تمرات او تغيير بخاطر بناء جمع يا بجواب وبناء جمع شرق بخاطر بناء جمع بوا ابو لصفه شاكراي وكو ضخمت ضخمات سايس سبو تخفيف يا ابو هرشي رنق بو تخفيف بي مثلا او فتحان في داوه كواتا لو شهر جمع سالمة مثلا هل شنو اعتباري مكسر يشبوه كريو وفي المكسر للمؤنث نواصر ولا مكسر يشبوه مؤنث نواصر يشبوه جمع كي أي تقول النواصر في مكسر ناصرة كما رن بزيادة ألف التكسير بس ذاكرني ألف تكسير بعد الألف يعني دواي ألفك ألف تكسير زاكي دواي ألف فاعلك أم جاء تشيك إلى أدو ألف كوب وتو ثم قلب الأولى واوان أو ركاكي بواو ثم حذف التاء فعشان تيك حذفك إلى آخر اللي عدم بقاء فائدته شو فائدين نما هو شو إما أجمع على وصفة بو مؤنثة هرب جمع كازين بو مؤنث بس قازان جينا ما تيك إتم جاء شلاتش أوان حالو لا إتم جاء دي سر اسم مفعول باب يوسين ديرا موفق إن شاء الله وزيات مرات ثانية الله يشوفها جمعة. جون. الله يشوفها جمعة. أكري. ولا معمولا لإعرابها هل حسابي مؤنثي حسابي جمع سالم مؤنثي.